مشان الاكبر كويس قوي انهم ما جوش يشتغلوا معاك. هم اللي قالوا حاجة. ودي اهم حاجه انهم يس. قالوا كده مش انا اللي قلت لهم. عشان حياتك سبتهم يشوفوا حاجات تانية في الدنيا وبعدين لقوا ان لا اخذوا الاكسبيرينس ودخلوا عشان يمسكوا البيزنس بتاعهم. بالظبط. وما شاء الله يعني دلوقتي بشتغل انا في الحقيقه يعني تقولي 10% من الشغل مش اكتر من كده. بس قدرت حضرتك تحط حته انه انا ما حدش هيطلعني معاش. فدي حاجه دي حاجه دلوقتي انا عندي 81 انسبايرنج بصراحه. كمان كام شهر ابقى 82 وان شاء الله هشتغل. ما شاء الله ما شاء الله مفيش مشكله يعني. طب انا عندي سؤال للاستاذ بيومي. امتى الواحد ياخد قرار يبطل شغل؟ صعب السؤال ده. ما سالتوش غير لبيومي برضه. يعني لازم اساله يعني. يعني في وقت الواحد ممكن يقول انا هبطل خلاص بقى ريتايرد بقى انا خلاص. هو انا الحقيقه كنت بفكر استاذن من بعد كلام الدكتور. لان انا اشبهه جدا. انا كمان بدات الشغل وانا صغير جدا. بس هو حضرته كان بدا في مجال الادويه والصيدله وكده. انا كنت بنظف سمك. بتنظف سمك؟ لا يعني سؤال من اولى ثانوي وثانيه ثانوي كنت بشتغل في مطعم في سفنكس. بنظف سمك. بجد؟ والله العظيم. وكانوا بيدوني 90 جنيه في الشهر. وكانت المدرسه بتاعتي مصاريفها 100 جنيه في الشهر في السنه. على قسطين 50 و50. وانا كنت بشتغل الاربع شهور بتوع الصيف. وكنت بنظف سمك ونسوي كمان. اتعلمت بقى ان انا اسوي سمك وانظف ازاي الجمبري والكلام ده ومش عارف ايه. وصدفت ان صاحب المطعم ده رحمه الله عليه يعني كان زوج رحمه الله عليها هياتم. كان اسمه سعيد حربي. انا اعرف سعيد حربي طبعا الله يرحمه. طبعا كان المطعم ده في سفنكس وكان بيجي كتير قوي فنانين. ايوه صح. وانا من يومي بقى وانا طبعا بحب الفنانين كان بيجي. انت كنت بشوف محمود عبد العزيز كتير لانه كان صاحب سعيد حربي قوي الله يرحمه. فاروق الفيشاوي كان بيجي ولعبت الكوره والكلام ده وكانوا بيدونا جنيه في اليوم عشان نركب مواصلات. هو في سفنكس وانا ساكن في الزمالك فكنت بوفر الجنيه ده كمان واركب اطلع كوبري 15 مايو وانزل. ايوه. وكان اللي بيقبضني عارف ان انا ساكن في الزمالك كان بيرموه لي كده ويبص لي كده اللي هو يا ابن القرود انت مش هتدفع حاجه. طب والله يعني الكلام ده يعني مش عارف. انا فخور جدا باللي انت بتقوله. طبعا ربنا. لا انا في حاجه يعني كمان عرفتها انه حضرتك اشتغلت برضو مدرس رسم صح؟ وانا طالب في كليه فنون جميله. لا مدرس رسم حاجه ويدي دروس خصوصيه في الرسم حاجه تانية. ده لا بتجود بقى كمان يعني انت معلومه بتجود عليه. ده انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. انا متفق انا وهي هي اللي عماله تاكد عليا عشاني انه يبقى سر. عشاني يبقى سر ان انا درست المنه شلبي وهي في اولى ابتدائي. لا لا بجد. الدنيا صغيره قوي جدا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. والله العظيم. اصل انا شايفه اتنين من نفسني. بصراحه. بس انت حضرتك هتبقي من نفسنا عليهم. لا ده تنافسهم مش نفسنا. لا لا يا شيخ. بينافسوكي. ايوه. لان برضه انا ابتديت صغيره جدا. انا اول عقد الشغل كان في بنك قطاع عام اللي مضاه والدي عشان انا ما كنتش كملت 18 سنه. وكنت مخلصها جامعه في الوقت ده. فده اول عقد شغل 18 سنه. فانا برضه بديت بدري قوي. بس بديت موظفه. بكام بقى؟ بالظبط اول ما هي كانت 17 جنيه و35 قرش و10 و8 ملاليم. يا سلام. كان قبضنا ملاليم على فكره. ايوه ايوه انا صرفت ملاليم في وقت من الاوقات. كانوا يجيبوا ايه وقتها بقى مثلا المبلغ ده؟ لا كانوا يجيبوا حاجات كتير. لا لا يدفعوا ايجار شقه ويظبطوا الدنيا يعني مهيتين من دول كانوا بيفتحوا بيت. ما شاء الله. طبعا حاجه كمان ان حتى لو ما يجيبوش حاجه كنت لازم بتقبضهم. بمعنى ان الصراف في جميع الاحوال لازم هيدي لك ال 8 مليم. حتى لو مجموع ال 8 مليم ما يجيبلكش حتى لبان او حق. انا قعدت محتفظه بعشرة ساغ وثمانية مليم من أول ما هي فعلاً؟ محتفظة بيهم تذكار؟ لحد دلوقتي؟ بجد؟
10 صاغ ورق بقى ولا 10 صاغ الورق ورق طبعا. طب دكتور سليمان بريزة اللي حضرتك حكيته بيومي قاله ومدام ليلى قالته رايك ايه بقى في موضوع الشغل بالنسبه للشباب دلوقتي؟ تقول لهم ايه لما يبقى دكتور محمود سليمان اشتغل وهو عنده 23 سنه وعشان قدراته عاليه اشتغل مدير وفضل شغال لمده 58 سنه وقدر يعمل لنفسه شركه ما شاء الله و... ما شاء الله استاذ بيومي فؤاد بسم الله ما شاء الله برضو يعني فخور بانه هو اشتغل راجل بينظف سمك ونجم كبير جدا دلوقتي ومدام ليلى اشتغلت وهي عندها 18 سنه وكانت بتقبض 17 جنيه